السؤال اللي جالي بيقول: ما هو الفرق بين القبطي الصعيدي والقبطي البحيري؟ في عالم اسمه فيرجوت عمل دراسة علمية تعتبر صعبة ومتخصصة جدا، بيحدد بيها خريطة توضح عدد لهجات اللغة القبطية اللي كان بيمارسها الأقباط أو اللي استخدمها الأقباط، وكمان التوزيع الجغرافي لهذه اللهجات القبطية في أنحاء مصر، وقسم اللهجات القبطي إلى 6 لهجات هي البحيرية، الصعيدية، الفيومية، لهجة أوكسرينخوس، أوكسرينخوس اللي هو البهنسة الحالية، الأخميمية الشمالية، هو بيسميها الأخميمية الثانية، والأخميمية، يعني في أخميمية شمالية وأخميمية. اللهجة البحيرية كانت في كل الدلتا حتى شمال مدينة القاهرة. اللهجة الصعيدية كانت موجودة كلغة دارجة ابتداء من قبلي القاهرة، يعني جنوب القاهرة، حتى بني سويف، أي شمال الصعيد، وكانت بتعتبر هي اللهجة الرسمية للصعيد كله، أي لغة الكتابة للأقباط اللي بيعيشوا من القاهرة في الشمال إلى أسوان في الجنوب. ولكن كان في لهجات محلية في اللغة الدارجة عند الأقباط، وقليلا قليلا انتقلت هذه اللغة الدارجة إلى الكتابة أيضا. فاللهجة الصعيدية كانت مكتوبة ومنطوقة في المنطقة ما بين القاهرة وبني سويف. اللهجة الفيومية كانت موجودة في منطقة الفيوم، لهجة أوكسرينخوس اللي هي مدينة البهنسة حاليا، استخدمت هذه اللهجة قبلي بني سويف والبهنسة حتى قبلي المنيا بحري الأشمونين. اللهجة الأخميمية الشمالية اللي هو بيسميها التانية، أخميمية التانية، دي مارسها الأقباط اللي ساكنين في الأشمونين وأنصنة، أنصنة اللي هي اسمها دلوقتي قرية الشيخ عبادة. وبعدين آخر حاجة اللي هي اللهجة الأخميمية، وبتشمل لهجة الساكنين من أخميم حتى نهاية الصعيد الأعلى. دي لهجات مختلفة للغة القبطية، كل منطقة كانت ليها لهجة غير المنطقة الأخرى. هذه اللهجات بدأت في الظهور كلهجات محلية متكلمة، يعني يتكلموا بيها، ومن أقدم المخطوطات المكتوبة بهذه اللهجات عندنا إنجيل القديس يوحنا مكتوب باللهجة البحيرية في القرن الرابع الميلادي، ولكن كلهجة لا زالت في طور التكوين. ومن عندنا كمان من القرن الرابع الميلادي في إنجيل القديس يوحنا باللهجة الأخميمية الشمالية. المهم في هذا الكلام إن أهم لهجتين في القبطي هما اللهجة القبط البحيري واللهجة القبط الصعيدي.
هنتكلم الأول شوية بسيطة عن اللهجة القبطي البحيري وبعدين اللهجة القبطي الصعيدي. بدأت اللهجة البحيرية تأخذ مكانتها في شمال القاهرة، يعني في الدلتا، دلتا مصر، كلغة رسمية ذات قواعد ولغة أدب في حوالي القرن الخامس الميلادي، بعدما انفصل الأقباط عن القسطنطينية سنة 451 ميلادية بعد مجمع خلقدونية. وبقيت اللهجة البحيرية رغم فقرها لغة الكنيسة الرسمية، وعم استعمالها في الوجهين الإبلي والبحري منذ القرن الثالث عشر الميلادي، حيث بدأت اللغة العربية تحل محلها بالتدريج. واللهجة البحيري اللي احنا بنتكلم عنها دي لا يستعمل الآن في تسابيح الكنيسة وفي القداسات سوى هذه اللهجة مع بعض قطع يونانية. نطق هذه اللهجة تغير في 150 سنة اللي فاتوا، بعد ما واحد اسمه عريان مفتاح غير نطق الكلمات. يعني على سبيل المثال يقول نانا ضوي سماها نانئة أوي. صباح الخير. يعني كانت مكتبة دير القديس أنبا مقار بوادي النطرون بتحوي أكبر مكتبة للمخطوطات باللهجة القبطي البحيري، حتى أرسل يوسف السمعاني إلى روما سنة 1696 ميلادية، يعني أواخر القرن السبعة عشر الميلادي، ليدرس في المدرسة المارونية. وبعد ما أنهى دروسه الفلسفية واللاهوتية أوفده البابا الروماني كليمندس الـ11 إلى مصر وسوريا ولبنان سنة 1715 ميلادية عشان يشتري ويجمع المخطوطات القيمة من هذه البلاد. وبالفعل عاد إلى روما مزودا بمجموعة نفيسة من المخطوطات الشرقية المتنوعة، ولا سيما من مكتبة دير القديس أنبا مقار بوادي النطرون بمصر. وكان قد حصل أيضا على 3 أو 4 مخطوطات من دير القديس الأنبا أنطونيوس بالصحراء الشرقية، وبعد ما لم كم نفيس من المخطوطات اللي لقاها في مصر ورجع بيها روما، قال من هؤلاء الرهبان حصلنا على مخطوطات على أعظم جانب من الأهمية مكتوبة باللغة القبطية، ولم يكن لديهم بعد ذلك ما يستحق الالتفات حتى من أكثر الناس جشعا. يعني الراجل ما كانش بيشيله خلاص، ده كان بينتقي المخطوطات اللي هياخدها مع روما. والجدير بالذكر هنا أن السمعاني لما نقل المخطوطات اللي أخدها من الأديرة وحطها في قارب بالنيل، أن القارب ده غرق في المية وبالكاد أمكن إنقاذ بعض المخطوطات السريانية بعد تجفيفها من الماء.
ووصل ما تبقى من هذه المخطوطات السريانية إلى روما مع ما وصل من المخطوطات القبطية. هذه الصفقة اللي أنجزها السمعاني تشكل حتى اليوم أهم جزء من المخطوطات القبطية والسريانية الموجودة بمكتبة الفاتيكان بروما. دي كده نبذة عن اللهجة القبطية البحيرية. أما عن اللهجة القبطية الصعيدية فقد امتدت اللغة القبطية الصعيدية لتغطي كل الصعيد، كل صعيد مصر، كلغة ذات قواعد ثابتة، وبدأت تطغى على اللهجات المحلية الأخرى، وصارت هي اللغة الرسمية المكتوبة. المقريزي المؤرخ المسلم في القرن الخمستاشر ميلادي في كتابه الخطط والأثار الجزء الثاني بيقول إنه في زمانه في القرن الخمستاشر الميلادي كانت نساء الصعيد وأولادهن لا يكادون يتكلمون إلا القبطية، ولهم أيضا معرفة تامة باللغة الرومية اللي هي اللغة اليونانية. من أهم المخطوطات القبطي الكثيرة اللي تم اكتشافها مخطوطات باللهجة القبط الصعيدي من الدير الأبيض بسوهاج، واستمرت نساخة المخطوطات في هذا الدير حتى القرن الاثناشر الميلادي. ولكن يندر أن يوجد لدينا مخطوطات قبط صعيدي بعد القرن التاسع الميلادي، وجزء كبير من المخطوطات اللي جت من الدير الأبيض بسوهاج محفوظة الآن في المتحف القبطي بالقاهرة، وكانت فيما سبق محفوظة في المتحف المصري. وهناك حوالي 9000 جزء من أوراق أو كراريس أو شذرات لمخطوطات قبطية واردة من الدير الأبيض بسوهاج مبعثرة في متاحف ومكتبات العالم كله. وهنا كل مرة بتيجي السيرة دي بأذكر بالخير العالم الإيطالي تيتو أورلاندي اللي لف العالم كله عشان يجمع مخطوطاتنا المبحثرة دي في كل متاحف ومكتبات العالم، ويجمع هذه الأوراق الشاردة عشان يعيد تاني ترميم كل مخطوط على حدة لعله يقدر يجمع ما تلف. وفي الحقيقة هو استطاع بمجهود خارق انه يقوم بالعمل ده، وابنه كمل هذا العمل ايضا. المهم ان احنا عندنا مجموعتين مهمين من المخطوطات بالقبط الصعيدي. المجموعة الاولى عبارة عن 22 مجلد، يعني مخطوط متجلد زي الكتاب، زي الديكشنري كده، يعني حاجة كبيرة يعني، بالقبط الصعيدي جاي لنا من مدينة إدفو. والمخطوطات دي أو الـ 22 مجلد دولت اتنقلوا إلى المتحف البريطاني سنة 1908 ميلادي.
في عالم اسمه بودج نشر محتويات هذه المخطوطات في عدة كتب بدءا من سنة 1902 لحد سنة 1915. المجموعة الثانية من المخطوطات الإبتسايدي، وهي أهم اكتشاف حصل للمخطوطات أو للمكتبات في القرن العشرين الميلادي، لأنه في سنة 1910 ميلادية تم اكتشاف مكتبة دير الملاك ميخائيل بالحامول بالفيوم. يعني الفيوم فيها دير اسمه دير الملاك ميخائيل في الحامول تبع مركز الفيوم، مدفونة بكاملها تحت الرمل، ووجد بها 60 مخطوط مجلد. أهمية هذا الاكتشاف بتكمن في أن كل المخطوطات المكتشفة كاملة، يعني مش أوراق متفرقة، لأنها مكتبة كاملة، مكتبة دير بكامله تحتوي على كل ما كان يحتاجه الرهبان في القرن التاسع الميلادي. من 60 مخطوط دول، في عدد 5 مخطوطات منها موجودة في المتحف القبطي بالقاهرة، وفي 54 مخطوط اشتراها المليونير الأمريكي بيير بونت مورغان، صرف عليها مبالغ طائلة، إذ اهتم بتصويرها بالحجم الطبيعي في 10 نسخ فقط، وأهداها إلى المكتبات العالمية الكبرى زي مكتبة المتحف البريطاني والمكتبة الأهلية في باريس والمتحف القبطي بالقاهرة. هذه المخطوطات المصورة لا زالت تحتاج إلى الدراسة، ولا زالت تحتاج أيضا لنشرها نشرة علمية. لكن يكفي أن بيير بونت مورغان أصبح اسم مشهور جدا لأي إنسان بيدرس التراث القبطي، لأنه حتما بيرجع إلى اسم هذا العالم أو هذا المليونير الأمريكي لما يحقق أي أمر تراثي للكنيسة القبطية. دي فكرة موجزة عن الفرق بين القبط الصعيدي والقبط البحيري كلهجتين من لهجات هذه اللغة.